انت نفسك تطلع ايه لما تكبر؟ حرام عايز تطلع ايه لما تكبر؟ حرام. ليه يعني؟ ايه يعني؟ قولي انت بتروح المدرسة؟ انا بروح. وايه رأيك في المدرسة؟ الحمد لله زي الفل. مبسوط ان انت بتروح المدرسة؟ انا مبسوط. في حاجة مزعلك طب في المدرسة؟ لا مفيش اي حاجة مزعلك، مفيش حد يعرف يزعلني. انت في سنة كام؟ كل سنة. وليه مفيش حد يعرف يزعلك؟ انا الحمد لله. قولي انت جبت كام في العربي الترم الاولاني؟ انا صفر من صفر، مقفل الامتحان. جبت كام درجه في العربي؟ ايه من كام؟ طب جبت كام في الانجليزي؟ جبت 39 من 40. ده في الانجليزي. في العربي بقى جبت كام؟ جبت 38. جبت 38 من كام؟ من 50. تمام. طيب انت بتاخد دروس خصوصيه؟ انا لا كنت باخد درسين. وبعدين اللي حصل؟ الحمد لله الاستاذ هرب. واحد هرب واحد مات. طيب. انت شايف ايه الحاجات الغلط اللي في المدرسه اللي ممكن تتصلح تخلي مدرستك احسن؟ انا شايف ان هم يبيعوا سجاير في الكانتين بدل ما الناس تهرب وكده. تمام. ايوه ده العيال كل شويه تنط وكده وبقى حواوشي جوه. وعم ايمن يبطل يبيع الحاجات دي ويبيع حشيش جوه في البوتيك. كده ادكش بضهري. ايوه ايه المشاكل اللي في مدرستك شايف انها تتحل؟ انا بصراحه الواحد شايف ان المدرسه تتوضب. يبقى في باسكهات في ايوه المستله دي. ايوه جوه الفصول. تمام. حاجات كده حلوه. تمام. المدرسات حلوه والمدرسين يبطلوا يشتموا ويسبوا الدين. والاستاذ يقول لك ان عدين امك والثاني يقول لك يا ابن المكنكه. عايزين بلدنا تنضف يبقى سجاير جوه الكانتين يخربوا الدنيا كده. طيب انت دلوقتي الافكار اللي عندك دي ما بتوصلهاش لحد؟ يا ابني رد عليا. إيه؟ الافكار اللي عندك دي ما بتوصلهاش لحد؟ يعني ما بتتكلمش مع مدير المدرسه تقول له عايزين المدرسه يبقى فيها كذا؟ انا مدير المدرسه بيشوفني بيديني فصل على طول من غير ما بيسلم عليا يقول لي فصل. صباح الخير ويقول لي استدعوا لي يا عمر. ليه ليه بقى بتبقى عامل ايه؟ يعني بص بيشوفني قاعد على طول في الجامع يقول لي انت بتهرب من الفصل. طب وانت قاعد في الجامع وسايب الفصل ليه؟ انا عشان الاستاذ بيقعد يشتي ببعضك يا رب انجح يا رب انجح يا رب انجح. يا حبيبي قول لي عايز تطلع ايه؟ دكتور. لا عايز تطلع دكتور ايه بقى؟ دكتور نس. ايوه اشمعنى تحديدا دكتور نسا؟ بيشوف حاجات لوز اللو. يا ابني امسك نفسك واتكلم راجل كده، اتكلم راجل. تمام؟ ايوه ليه عايز تطلع دكتور نسا؟ واحد يعني يساعد النساء ويعطف على المرضى. ايوه. كل حاجه. انا؟ يا رب اجيب 50%. 50%؟ تقول ايه لوزير التربية والتعليم؟ بسلم عليه بقول له بحبك قوي. اسمع عبد الله انا من شارع البراد، راجل مظبوط، واي حكاية تصل بيا خلصها لك في سنة.